بس انتوا الاثنين بس في ايه؟ انتوا مش قادرين تشوفوني مبسوطه يوم واحد من غير ما تعكننوا عليا؟ امال انتوا بس فالحين انكم تختفوا لما حياتكم تبقى كويسه وتظهروا لي لما يبقى عندكم مصايب؟ انا برضو اللي بعمل كده، مش انت اللي اختفيتي وسبتيني مع هشام ولا كلفتي نفسك مره تسالي عليا او تطمني عليا؟ وطي صوتكم. ليه نوطي صوتنا؟ ما خليهم بالمره يعرفوا عن الشيك بتاعك اللي انت برضو عرفاني بيه يوم كتب كتابي. ماشي يا حريه، قولي لهم اللي انت عاوزاه، بس على فكره انا الوحيده اللي المفروض ابقى زعلانه. انتوا ناسيين ان انتوا الاثنين طردتوني من بيوتكم؟ انا بقى غلطانه ان انا عبرتكم. انت تصدقي انت عندك حق يا صافي، احنا اصلا مش اصحاب. ايه رايك بقى؟ واحنا اصلا لمينا على بعض مشكله، والمشكله دي اتحلت خلاص على الاقل بالنسبه لي. بقى كده يا حريه، ما تزعليش بعد كده لو الدنيا اتطربقت على دماغنا كلنا. صافي زينة، لا استنى استنى، بقول لكم استنوا انت وهي، ايه شغل العيال ده؟